معنا عبر خدمة سكايب من ماريلاند الدكتورة سحر خميس، أستاذة الإعلام في جامعة ماريلاند الأمريكية. مرحبا بك دكتورة سحر، وأبدأ مباشرة بالسؤال الأول، يعني هل هناك تقارير ومؤشرات كافية لدى البنتاغون ليقوم بهذه التحذيرات، أم أنها مجرد تقديرات بمناسبة حلول ذكرى اغتيال قاسم سليماني؟ يعني في المنطقة حدثت هناك ذكريات عديدة لاغتيالات عديدة، ذكرى اغتيال عماد مغنية مثلا، ذكرى اغتيال أسامة بن لادن، ولم تهاجم أهداف ومواقع أمريكية في المنطقة، فلماذا هذا التحذير عالي اللهجة الآن؟ شكرا لكم على الاستضافة، وكل عام وأنتم ومشاهديكم في كل مكان بكل خير. كل عام وأنتم بخير. هناك ثلاثة مواقف بالفعل منقسمة داخل البنتاغون، داخل وزارة الدفاع الأمريكية، ما بين مرحب بفكرة التصعيد وتخويف الجانب الإيراني بشكل واضح وصريح، وظهر ذلك بشكل جلي طبعا بالامس الاربعاء في ارسال قاذفات بي 52 ذات القدرات النوويه. هذا يعتبر نوع من انواع التلويح باستخدام القوه ضد ايران، او يعني استعراض العضلات من الناحيه العسكريه من الجانب الامريكي. هذا السيناريو او هؤلاء الذين يدعمون هذه الفكره يقولون انه لا مجال اطلاقا للتهاون مع اي احتمال، مجرد احتمال وجود أي نوع من أنواع التهديد الإيراني، واستشهدوا بتحريك بعض الميليشيات التابعة الموالية لإيران داخل العراق، وتحريك بعض الصواريخ الباليستية قصيرة المدى وغير ذلك، وطبعا الهجوم على السفارة الأمريكية كما نعلم في 21 من ديسمبر الماضي، الذي قالوا أنه يعني تم عن طريق ميليشيات في العراق تابعة لإيران. البند الآخر أو السيناريو الآخر هو محاولة التهدئة أو عدم التصعيد. رأينا على سبيل المثال أن القائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكي كريستوفر ميلر رفض الضغوط الواقعة عليه بتمديد وجود إحدى حاملات الطائرات الكبرى في منطقة الخليج، فهذا السيناريو يحاول أن يقول نحن لا نحاول أن نستفزكم، ولكن لا تحاولوا استفزازنا أيضا. وهناك معسكر ثالث يقول يجب علينا الأخذ دائما بالحذر، أن يكون لدينا موقف حذر للغاية، يقول لا توجد تقارير استخباراتية دقيقة بنسبة 100% تؤكد وجود خطر هجوم إيراني، ولكن علينا كولايات متحدة أمريكية أن نكون حذرين للغاية، وأن نرسل رسائل واضحة وجلية للجانب الإيراني أنه لا مجال لوجود أي نوع من أنواع التهديد للمصالح الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط. يعني أسف المقاطعة، إذا ذهبنا مع سيناريو التصعيد، إذا حدث تصعيد يعني قريب وسريع، هل ستتخذ الإدارة الأمريكية قرارات ضخمة مثل قرار الحرب، وهي يعني والرئيس الأبيض والرئيس دونالد ترامب بقي له أيام قليلة في البيت الأبيض، أو ما يعرف بالبطة العرجاء، يعني هل من الممكن أن يحدث هذا؟ سؤال ممتاز، أشكرك عليه، لأنه بالفعل هناك الآن حديث حول كل هذه الأمور داخل الأروقة السياسية هنا في واشنطن. لا يستطيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمفرده القيام بتقرير عمل عسكري ضد إيران. هو تحدث عن ذلك بشكل واضح في منتصف شهر نوفمبر الماضي عندما سأل عن البدائل المختلفة للولايات المتحدة الأمريكية إذا أرادت أن تنتهج نهج التصعيد أو اتخاذ عمل عسكري ضد إيران، وقام بالتهديد بذلك أيضا بعد الهجوم على السفارة الأمريكية في العراق في 21 من ديسمبر الماضي. ولكن الواقع في أرض الواقع أنه لا يستطيع أن يقوم بذلك إلا بموافقة الكونغرس، والكونغرس الآن نحن على بعد أيام قليلة تفصلنا عن يوم 6 يناير. نعم، أيام قليلة تفصلنا نعم عن هذا اليوم الذي ستنتقل فيه الإدارة إلى إدارة جو بايدن. شكرا جزيلا لك دكتورة سحر خميس، أستاذة الإعلام في جامعة ميريلاند الأمريكية. شكرا جزيلا لك.